ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وما زلنا في المسابقه اللي بداناها، مسابقه الميك اب ارتست، ميك اب ارتست اوف ايجيبت، او الميك اب ارتست نمبر 1 على مستوى مصر كلها. في الحقيقه النهارده معانا ميك اب ارتست مميزه جدا بجد هايله، هي اللي عامله الميك اب بتاع النهارده، ولسه هنشوف كمان الميك اب اللي هي هتعمله معانا. الميك اب ارتست اللي معانا النهارده في كليه الحقوق، ورغم ان هي المفروض تبقى المحاميه الاستاذه، الا انها موهبه الميك اب او موهبه الرسم كانت جواها. ما هو الميك اب ارتست دي فنانه بتعرف الوشوش وبتعرف ايه اللي يناسبها، فمعانا ميك اب ارتست مميزه جدا في انها تعرف الوش وايه اللي يناسبه. معانا ومعاكم ميك اب ارتست ساره محمد. اهلا وسهلا يا ساره، اهلا وسهلا بيك، نورتينا الاستوديو بجد، منور النهارده حبيبتي، ربنا يخليك. ومعانا كمان موديل منار، حبيبة قلبي منار محمد. منار ما شاء الله على فكرة ملكة جمال مصر كلها. نورتي الدنيا يا منار بجد، الاستوديو منور يا حبيبة قلبي. عرفينا بنفسك بقى وعرفي المشاهدين وازاي بقيتي ميك اب ارتست هايلة جدا كده. انا سارة محمد، ميك اب ارتست من اسكندرية. احترفت في مهنة الميك اب عن طريق ان انا كنت كل ما بعمل ميك اب في مناسبة لنفسي الاقي كل اصحابي واهلي بيسالوني الميك اب ده عامله فين، فاقول لهم لا انا اللي عامله الميك اب لنفسي. فالسؤال ده اتكرر كتير جدا. عشان شايفين مميز اكيد. عاملاه فين؟ انا شخصيا، انا على فكره اعرف ساره كويس جدا يا جماعه، ساره دي حبيبتي من زمان. انا عايزه اقول لكم كنت كل ما بشوفها في مناسبه ما شاء الله تبارك الله عليها كانت بتبقى زي القمر، وكنت دايما اسالها السؤال ده، عامله الميك اب ده فين؟ فعلا والله كل اصحابي واهلي كلهم وقرايبي ايه ده عامله الميك اب فين؟ اقول لهم انا اللي عاملاه لنفسي. فلما السؤال اتكرر عليا كتير بدات بقى ان انا ابص للموضوع واقول اخده، يعني انا اخده هوايه اصلا، بحب الميك اب جدا. برافو عليك. فدرست الموضوع وخدت كورسات كتير جدا لحد ما الحمد لله برافو عليك اتمكنت منه، وبقيت الحمد لله الناس كلها عليها يعني بقوا عليهم اقبال شديد على الميك اب بتاعي. ما شاء الله اللهم بارك، كله ما شاء الله ما شاء الله، فالحمد لله. يعني اتدربت طبعا كتير على موديلز وعلى نفسي لحد ما الحمد لله احترفت فيه. برافو عليك، برافو عليك. ودايما الحاجه اللي بتبقى بدراسه يا جماعه اكيد بيبقى ليها شك وابعاد تانية تماما، مش مجرد اكسبيرينس او خبره. انا لما كمان الدراسه بتضيف، صح؟ انا طبعا لما خدت كورسز ودرست الموضوع طبعا خدت اكسبيرينس عاليه جدا في الموضوع ده الحمد لله. يعني ما شاء الله اللهم بارك. طيب يا ساره، انا ملاحظه العرايس اليومين دول بلاقيهم دايما غامقين، مع العلم ان في عرايس بتبقى بيضه في العادي بصراحه، يعني في بيبقى لايق عليهم اللون البرونزي وفي مش بيليق عليهم فعلا. فانتي رايك ايه في الموضوع ده؟ هي طالعه زي موضه كده ان كل العرايس بلاقيهم اغمق من درجتهم، بيبقى برونز، بيبقى شكلهم برونزي قوي. فطبعا ده مش مستحب يعني، الا لو العروسه طلبت ان هي تبقى برونز فبعمل لها البرونز. هي العروسه بيضه فليه اغمقها؟ بطلعها بنفس درجتها، مش بفتحها طبعا، بطلعها نفس درجتها بيضه وبحط لها اللوك طبعا بيبقى مناسب جدا لبشرتها والشكل الفيسز بتاعها. بس لكن لو العروسه طلبت ان هي عايزه برونز فبعمل لها برونز. هي بقى في ميك اب ارتست كتير، يعني على حسب طلب العروسه. في ميك اب ارتست كتير بيحبوا ان هم يخلوا العروسه برونز، ولكن يعني مش مستحب الا لو العروسه طبعا هي حابه كده. يعني بصراحه انا ساعات بشوف عرايس بتبقى اصلا حلوه ومع الميك اب ما بتبقاش حلوه. ده طبعا شفته كتير، بس ده حسب برضو رغبه البرايد، يعني لو هي عايزه برونز فبعمل لها برونز، غير كده اطلعها بقى بدرجتها. طيب ساعات بقى كتير ودي انا بلاقيها الكونتور حلو زي الفل وقلنا تمام وبيحدد الوش وبيخلي الوش زي القمر، بس برضو ساعات بلاقي الخطوط كده، خط هنا وخط هنا، الجو لاينز وتحت الخدود تمام، خطوط باينه. فده اعتقد ان هو بيعتمد على شطاره الميك اب ارتست ولا في انها تعمل دمج ولا ايه؟ هو يعني بيعتمد على الاثنين. الكونتور ده نوعين، باودر وكريمي. الباودر الكريمي صعب في دمجه، يعني لازم تكون الميك اب ارتست متمكنه، وما ينفعش لو انا بعمل ميك اب لنفسي احط ميك اب احط كونتور كريمي لان هيبقى صعب في دمجه، الا لو انا محترفه فيه. الباودر بيبقى اسهل في دمجه، مجرد ما بحط الكونتور الباودر ان انا بدفي بيه الوش،
بدفي بيه منطقه الانف، يعني كل البنات ده دلوقتي اللي هم مبتدئات ومش عارفين الكونتور الباودر افضل يا بنات من الكريمي. الكريمي صعب لو انت مش بروفيشنال، طبعا بلاش تجيب الكريمي هتبوظ، يعني بدل بالزبط. ما هي هتبقى عايزه مثلا تبرز منطقه معينه، لا دي ممكن تبوظ الدنيا خالص، فاللي هو الباودر بيبقى اسهل كتير. تمام. طيب لو العين ضيقه تمام ازاي نوسعها؟ اولا لما باجي اعمل لها رسمه عين ما ينفعش اسحب لها عينيها اكتر، لان هي بتبقى اصلا اوريزي عينيها ضيقه، فما ينفعش ان انا اسحبها اكتر كده ببين ضيقها اكتر. فبحاول ان انا بعمل لها رسمه، اعمل لها الشادو بتاعها بيبقى على فوق، وبعمل لها رسمه من تحت العين. لما باجي احط الشادو بفتحه من ورا كده من اخر العين زي ما احنا عاملين النهارده للموديل كده، هتلاقي عينيها اوسع مش ضيقه. وممكن احط لها كحل ابيض او كحل اسود، عشان في ظاهره برضو ان الكحل الاسود بيضيق العين، ما بيضيقش العين بالعكس بيخليها جميله، بيخليها جميله جدا. الكحل الاسود ده يعني ملوكي جدا، يعني احنا معانا لوكس ليكي اللي انت عاملاه بجد. فعلا انا من كتر ما حبيته عايزه الناس كلها تشوفه. ممكن ننزل بالصور؟ تمام. الله عليكي، الله بجد. ده كان لوك يعني مش جريء قوي ومش سيمبل. كنا مستخدمين فيه الوان اورنجات بس. الاورنج موضه السنه دي، موضه جدا. هي الوان الشتاء اورنج، والوان الدافيه كلها البني والاكسدي، كل دي الوان شتاء يعني موضه. لا بس برافو عليكي. ممكن نشوف الصوره اللي بعدها؟ دي بيفور، عايزين بقى افتر. دي الموديل بتاعتي. لا دي موديل ثانيه. دي موديل ثانيه. اوكي. كانت الميك اب بتاعها على ازرق. تمام. وكان طلب مني جدا وطلب مني كتير، كان عاجبهم كتير جدا. قصدك الشادو على ازرق؟ الشادو كان ازرق. كان جريء، مش اي حد طبعا بس ما شاء الله عليكي بجد، يعني هايله. حتى والله الموديل كانت منبهره بنفسها، قالت لي اول مره اعمل لوك جريء زي ده. انت فنانه حبيبتي بجد، والله فنانه. تسلمي. ممكن تشوفي اللوك اللي بعده؟ دي كان ميك اب بينك، بس فيري سيمبل، فيري سيمبل جدا. يعني اعتقد ده ينفع للبنات اللي رايحه الجامعه. ايوه ده ممكن لو نازله بالنهار رايحه الجامعه. انا عايزه اقول لك في الكنترول روم كله عمال يقول ايه الشغل الرائع ده حبيبتي. اهو برافو عليك يا جميله. اللي بعدها هنا وهي مفتحه برضه اللوك باين هنا. بجد هايل هايل، يعني ده ينفع للصبح. الصبح رايحه الجامعه، عندي مناسبه بسيطه في البيت، لو انا حابه الميك اب يكون سيمبل خالص. في ناس كتير بتحب ميك اب سيمبل. بجد حلو قوي. دي افتر بقى، منار افتر. ايه ده ايه ده ده اللوك ده عجب ناس كتير برضه. ما شاء الله تبارك الله، عجبهم كتير. برافو يعني عليكي، برافو. حلوه جدا. حلو كمان الروج الاحمر. الروج الاحمر بصي الملك. في ناس بتقول لك الروج الاحمر اوفر، لا بس مش هو أوفر. مش اوفر ولا حاجه، بالعكس ده بناتي. بيظهر كمان الميك اب جدا يعني. لا بجد هايل. شوفي الصوره اللي بعدها. دي كانت واحده نوبيه. الله جميل. كانت طالبه برضو حاجه سيمبل. دي نوبيه خالص. نوبيه. انت بتهرجي والله. يعني هي بشرتها كان اللون الغامق كانت ولا غامق؟ يعني لا كانت نوبيه سودا يعني، واللون باين ناتشرال يعني. اللون انا حاسه ان هو ده لونها. ايوه ما انا ما فتحتهاش اللي هو بقى تبقى فاتح جدا كل شويه. لها انت ازاي غيرتي لون بشرتك كده؟ لا بالعكس، انا عملت لها درجه تليق مع بشرتها وفي نفس الوقت افتحها. برافو عليكي، انت هايله بجد يا ساره بجد. ممكن اللي بعدها؟ ده كان لوك كريسمس. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ برضه كنا عاملين فيه لوك مناسب للكريسماس وراس السنه وكده، حاجه فانتازيا احمر واخضر. زي لوك الفانتازيا كده. جميل. ده انا. مين القمر دي؟ ده انا. ده حلو قوي. انت اللي عامله لنفسك الميك اب ده؟ ده عاده اللي بتبقى شاطره في الميك اب للاخرين ما بتبقاش شاطره لنفسها. بالعكس انا اتدربت على نفسي اكتر من اتدربت على الموديل. برافو. ده كان لوك سموكي، كان مدخلين فيه الاسود والبني. ده لوك جريء مش اي حد بيحبه. هايل هايل. تسلم. عايزين بقى نشوف في صور تاني معانا. جميل. ده اللي كان اللوك الازرق اهي. الازرق. اوكي. وده كان اللوك الاورنج. ايوه احنا شفنا ده. ودي النوبيه وهي مفتحه. ده برضو انا. تمام. حلو قوي ده برضو. دي كانت موديل كنت في مهرجان ميمي كارلي. كنت دي بيفور وافتر كومبليتلي ديفرنت، انذر وان. مش هي ما شاء الله عليكي. والله في المهرجان كان كله برضو منبهر باللوك بتاعها، كان حلو جدا. ده كمان ايديكي الصور ظلمه يا جماعه. على فكره ساره
ساره خدت اتكرمت في مهرجان ميمي كارليجي، اوكي، هي ومنار اتكرموا، والحلقه الجايه ان شاء الله هتبقي ان شاء معانا، الله وكمان هننزل التكريم بتاعك حبيبتي لان انت كنت مميزه جدا جدا حبيبتي جدا في المهرجان. حبيبتي بس كده برافو عليكي. ممكن بقى حبيبتي. نكمل الميك اب لمنار. تمام. ايه القمر ده؟ ايه ده ما شاء الله، اللهم بارك، زي القمر ما شاء الله. ده لوك كات كريس. انت اللوك كان ده فنشتي اللوك؟ لا مفنشتش، اوكي. يعني انا عملت حاجه كده عشان بس وقت البرنامج. ايوه. ده لوك كات كريس، بينفع للعرايس اللي هايل بتحب اللوكات الجريئه. حلو جدا. ما شاء الله. على فكره انا مع جدا ان الميك اب يبان والعروسه تبان انها عروسه، ده فعلا، يعني لان بيقول لك لا حطي العروسه فيري سيمبل، ما تبيني سيمبل ايه، لا هي هي عروسه عروسه، هي وليها مميزه طله ولازم تكون مميزه بالظبط. عن اللي موجودين في ما شاء الفرح. الله ما شاء الله. اللوك ده بقى هنكمله. انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا حطيت بيز في الجفن برافو عليك. واستخدمت على الجفن الثابت بيز لونه ايه؟ بيز البيز الكونسينر، اي كونسينر، الكونسيلر العادي يا بنات. الكونسينر العادي. انا طالعه اعمل عين قدام الكاميرا عشان كل البنات اللي حابه تتعلم وتعرف بيتعمل ازاي. تمام. انا حطيت البيز بتاعي وثبته بباودر، وحطيت على الجفن الثابت لون الموف ده، عملت ممتاز. استخدمت فيه فرشه بنسل عشان اثبت اللون ويديني نفس الدرجه اللي انا عايزاها. ممتاز. تمام. هنكمله بقى. انا حطيت كده اللون، هبدا ادمج من فوق برافو عليكي، عشان برضو ما يكونش باين ان هو محطوط زي القلم في الماستر كده. الدمج ده مهم مهم جدا جدا. جدا جدا، لان فعلا بيبقى باين، يعني لما ما بتدمجيش اللونين مع بعض بيبقى باين خط ما بين فعلا. فمش بيبقى حلو خالص. هو اللوك كات فبنات كريس، ركزوا بقى، الدمج ده بيبقى بالفرشه وبحركات دائريه. بحركات دائريه واحده برافو واحده. علي. هايل هايل اللوك بجد. الكات كريس بقى لازم يكون في فاصل كده ما بين اللونين، هو ده اللوك الكات كريس. اوكي. في بنات كتير بتسأل ايه الخط ده؟ ايوه. الخط ده هو اللوك كده، اللوك الكات كريس ده لازم يكون في وانا فرق. شايفاه موضه قوي السنه دي. هو موضه وفي مارس عرايس كتير 2020 طالباه. يا بنات. انا دلوقتي كده معانا اتصال؟ لا لسه مش معانا. دلوقتي انا عشان افصل بين ده وده هستخدم كونسينر اقطع بيه الجفن المتحرك عن الجفن الثابت. تمام. تمام. بالكونسينر كده يعني بقطع كده كوس بالراحه بالكونسيلر يا ساره. بالكونسينر. تمام تمام. بعمل كوس كده بالراحه عشان طبعا ما بوثق الدنيا. طبعا بحط كده حته كونسينر، نقطه كونسينر، وبخليها ممتاز تبص فوق. بصي فوق يا ممتاز. منار عشان يطبع فوق، عشان اعرف كده اخر حدود الجفن فين. الجفن. الله ينور عليك. طبعا هي لما فتحت انا عارفه حدودها فاشتغلت عليها على طول. تمام ممتاز. بمشي بقى كده بالكونسينر، بكمل الكوس اللي كنت بعمله. لحد الاخر. ممتاز. وباخد كده يعني بسحب الكونسينر كده. تسحبيه لحد اخر الحاجب. بعمله زي عين القطة كده، بسحبه الله. بالراحة كده. تسلم ايديكي بجد حبيبتي ربنا يخليكي. وبقى بحط على الجفن كله كده الكونسينر. كل بس اللي عاجبه من اللوك بتاع سارة يا جماعة، عندنا ارقام التواصل مع سارة، هتنزل على الشاشة دلوقتي ارقام التواصل، كمان صفحتها على الفيسبوك للي عايز يتفرج على كل اللوكس اللي هي عاملاها، كمان صفحتها على الانستجرام. اوكي. اي حد عايز يتواصل مع سارة الارقام موجودة على الشاشة. دلوقتي كده انا خلاص عملت الكات كريز بتاعي، هبدأ بقى بتبدأي بقى تبطنيه بالباودر تاني، لازم اثبته. بالشادو لا يا ولا بباودر، باودر اللي هو الباودر باودر بتاع عادي بتاع الفيس لوز بتاعي، باودر ولا كونتاكت؟ لوز باودر. اوكي. بستخدمه كده اوكي بثبت بيه الكونسيلر، حتى لو بستخدمه تحت العين لازم اثبته. ما شاء الله ما تمام شاء الله. مزيد. كده بعد كده هناخد اللون بقى الشيمري بتاعنا. الله يوم كده جميل. يعني ده لوك هو يعني بجد حلو قوي. هو اللوك اصلا كات كريس من اقل حاجه بيبقى حلو جدا. هو حلو جدا. ماشي. اتعلموا يا بنانيت، انا والله طالعه قدام البنات اللي الكاميرا بيبعتولي عشان ازاي اعمل ميك اب، اهو بنوريكوا ستيب باي ستيب. اوكي. خطوه بخطوه. بتطبطبي كده بالفرشه يا ساره؟ يعني اللون الشمري عاده بيبقى عايز طبطبه واحده واحده كده يعني عشان ده اللون يظهر معايا، يظهر وكمان ما يكلكعش في حته وحته تانيه. لا فانت واحده واحده كده. تمام.
اهو، حطيت اللون اهو كده لحد حوالي 3 ارباع الجفن كده. جميل جميل تمام. جدا. بعد كده بقى هياخد لون من درجات الفوشيا، من درجات الموف، درجة من درجات الموف زي اعلى فوشيا كده. ده على حسب اللبس يا سارة؟ ممكن على حسب اللبس، وممكن انا اعمل لوك زي ما انا عايزه بالوانه مختلف. على مختلفه. حسب الكالرز اللي بتليق عليا. اوكي في ناس بتحب كالرز معينه فبستخدمها. تمام تمام. هاخد درجه من درجات الموف، خدت درجه على فوشيا شويه، مش هحطها على الجفن كله. طيب الكات كريز يا ساره بيليق على كل العيون؟ بيليق على كل العيون، بس يستحسن لو اللي عندي جفن في مساحته عاليه، يعني لو عندي مساحه في عشان الجفن، تبين الرسمه الجميله. لان الرسمه دي عايزه جفن باين. دلوقتي كده انا ايه، ما ينفعش احط لون غامق على طول، لازم ادرج الالوان لحد ما اوصل للون الغامق. فاخدت درجه فوشيا كده من درجات الموف. ممتاز. تمام. وبعد كده هحط بقى اللون الغامق. الله عليكي، تسلم. فنانه بجد. ماضي. انت تلاقي البنانيت اصلا من اول ما يتولدوا كده، حب تلاقي الميك اب. البنوته وقفت قدام المرايه وقعدت تقلد مامي، يعني هي بتبقى الموهبه عند البنات، البنات بيحبوا الالوان. صغنانين، انا بنتي بقعد احط لها روج ومونوكير وهي صغنونه. يا جماعه ساره متسابقه رقم 3 في مسابقتنا، عايزه لكم تصوتوا لها، تستحق اصواتكم لان هي بجد هايله ما شاء الله. وانا مبسوطه ان هي هتفنش اللوك وهي معانا، لان انا حابه ان انتوا تشوفوا الشكل النهائي للميك اب الهايل اللي هي بتعمله. صوتوا لها كلكم لان هي تستاهل تكون من المتسابقات اللي ان شاء الله ينجحوا وياخدوا لقب ميك اب ارتست اوف ايجيبت ان شاء الله معانا. بتعملي بالموف بقى ولا بالايه؟ لا انا كده غمقت، حطيت لون غامق في الداخل، اسود بسيط على الأسود بني. تمام. وخلاص انا بس دلوقتي كده بعمل زي حركه كده لافته للجفن. بمشي انا دلوقتي خلاص خلصت. ايوه. مكان ما كنت بقطع ما بين الجفن الثابت والجفن المتحرك، بمشي مشيه صغننه جدا بالكونسيلر. بتدي زي حرده كده. الكونسيلر ده كان زي العين اخر التانية. معلوماتي عنه ان هو بيتحط تحت العين. لا ما شاء الله، ده طلع ليه فوائد كبيره جدا. بصي يا ساره، ساعات كده بصراحه لما بعمل ميك اب عند ميك اب ارتست، تمام، انا جربتها كده في اتنين، يعني مرتين، قعدت بعدها فتره اعالج وشي. ده بيبقى ايه بقى؟ هل الميك اب ارتست بتستخدم مهم. نفس التولز او الادوات من هنا لهنا، من الوش ده للوش ده؟ ده سؤال مهم جدا بقى لناس كتير بعتت لي برده على السؤال ده. يعني ايه بقى المشكله دي؟ اولا وانتي بقى هل بتحصل معاكي ولا الحمد لا لله؟ الحمد لله انا عمرها ما حصلت معايا خالص. انا لازم استخدم اول حاجه منتجات تكون بالنسبه للميك اب الشخصي تكون دراج ستور، عشان اسعارها بتكون قليله عن الهاي اند. تمام. عشان احافظ على بشرتي. تمام. دي حاجه. بالنسبه للميك اب ارتست لما بتيجي بتمكيج يعني كذا حد بنفس التول، لازم اعقم الاسبونج ما بين واحده وواحده، ولازم اعقم الفرش بين واحده ما وواحده. دي بقى مساله ضمير بقى، مش كل لا الناس بتعمل طبعا كده على فكره. لا لازم يعني اعقم الاسبونج والفرش، لان انا بحطها على بشرتها ممكن تكون بشرتها فيها حساسيه، ملتهبه جدا، فيها حبوب. لو حطيت الفرشه على حد تاني بيجي له نفس وده الحبوب. فعلا بيحصل فعلا. فلازم اعقمها كويس جدا، لازم بجد على الاقل. يعني لو انا عندي ناس كتير وبشتغل، يعني امسح بوايبس الفرشه كويس جدا 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 واشتغل بيها تاني. ممكن. مش هقول لك هروح اغسلها لا، لحد مثلا ما بنقل يوم تاني بقوم لازم اعقم كل الفرش وكل الاسبونج. ممتاز ممتاز. بس فعلا يا جماعه، يعني ساره عندها ميزه مش موجوده عند حد بصراحه. يعني فعلا في بنات كتيره بتقول لي احنا بنروح نعمل ميك اب عند الميك اب ارتست وللاسف الشديد وشنا بعدها بيبوظ ونقعد نعالجه.
ده بيبقى نتيجه ان الميك اب ارتست من ده ومش هاممها ومش فارق معاها نظافه الادوات اللي بتستخدمها. بجد انا ساره قبل ما تستخدم لي الادوات وقبل ما تعملي الميك اب بامانه ربنا يكرمها يا رب عقمت الادوات قدامي، فدي امانه لازم نقول عليها. وانتي لما تروحي لاي ميك اب ارتست لازم تشوفي التولز دي نظيفه متعقمه، لان ممكن يعني مش معقوله تعملي ميك اب تبقي حلوه ساعه الفرح وتقعدي بعدها فتره طويله وعماله بتعالجي وشك، ممكن الوش اللي قبلك يكون ملتهب فيه حبوب او اي حاجه. للتواصل تاني مع ساره ميك اب ارتست اوكي، النمبرز او التليفون نمبرز كلها موجوده على الشاشه، كل ارقام تليفوناتها، التواصل عن طريق الفيسبوك والانستجرام موجود يا جماعه. وبجد هي ميك اب ارتست هايله جدا واسعارها ما حصلتش، وبقى في هدايا هي جايباها لنا النهارده. احنا كده بمناسبه بقى طلوعك معانا في البرنامج، عايزاكي تقولي بقى المفاجآت اللي عاملاها للبنانيت كده يعني. انا يا حاضر. ايوه عايزاكي بقى ايه تكرميني شويه حبيبتي عشان المشاهدات انا بحب قوي اللي طبعا يكرمه. وانا والله يعني ربنا بحبهم جدا يا يعني يا حبيبه قلبي. خلاص يعني الهدايا اللي هقدمها لهم هيبقى في خصم على اي باكج سواء خطوبه او زفاف 50%. ممتاز، 50% خصم على اي باكج. الباكج بتهرجي يعني نص السعر. نص السعر. لا ممتاز بجد ممتاز يا بنات، اي حد هيتصل عن طريق البرنامج بالاستاذه ساره هيبقى ليه 50% خصم، دي طبعا عرض هايل جدا جدا جدا. كمان بنشوف دلوقتي اللوك النهائي مع الاستاذه ساره، هنشوف الموديل بقى. تسلم ايديكي يا رب بجد هايل فوق الممتاز بجد. ممكن نعمل زوم كده على وشها. اللوك يا بنات بجد يجنن، حلو جدا 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 جدا. اللوك ده طبعا جريء. تسلم ايديكي بجد حبيبتي، ربنا يخليك. اللوك ده جريء وطبعا ينفع لو عروسه طلبته، ينفع تتعمل عشان في ناس كتير بتقولي اللوك ده ما ينفعش يتعمل لعروسه. لا يتعمل لو العروسه حابه تكون عامله اللوك الجريء. لا بجد حلو قوي قوي قوي، تسلم ايديكي يا رب حبيبتي. حتى الميك اب اللي انت عاملاه تحفه بجد ربنا يخليكي. كده انا خلصت. خلصتي الميك اب، اتفضلي استريحي. شفنا مع بعض المتسابقه رقم 3 استاذه ساره، بجد اللوك اللي هي عاملاه ملوش حل، وكمان الميك اب الموديل اللي معانا هي ما شاء الله عليها زي القمر بجد، الميك اب بتاعها تحفه وهي اصلا زي القمر. تسلم ايديكي يا رب يا ساره. متسابقه رقم 3 عايزاكم كلكم تصوتوا لها. اللي عايزين يا جماعه الاستاذه ساره تعمل لهم ميك اب بالميك اب ارتست بليز كلموها على التليفون نمبرز او رقم التليفونات اللي موجوده على الشاشه. كمان تواصلوا معاها، شوفوا البيج بتاعتها على الفيسبوك والانستجرام، هتشوفوا بجد لوكس هايله جدا جدا. فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وقبل الفاصل كان معانا استاذه ساره، بنشكرها جدا جدا، نورتي الدنيا بجد، ميك اب ارتست هايله جدا وبجد شغلك فوق الرائع بجد. بنشكر كمان الموديل اللي كانت معانا منار محمد، بجد نورتينا يا منار، انت اصلا زي القمر يا منار ما شاء الله، اللهم بارك عليك ونورت الدنيا يا حبايبي. الحقيقه مشاهدينا الاعزاء انا بقى عندي خبر حصري كده ليكم، في فيلا 3 ادوار حمام سباحه بجنينه كبيره مساحتها 300 متر في اجمل حته في كينج ماريوت جوه الهيلتون. تخيلوا الفيلا دي بكام؟ ب 2000 جنيه. هتقولوا اه المذيعه دي يا اما بتنصب علينا يا اما بتقول لنا كلام مش حقيقي. لا ده حقيقي. هو انا طبعا انا مش سمساره ولكن الفكره استهوتني فقلت لازم اقولها لكم، ما هو اي افاده لازم انتوا تستفيدوا بيها. الفكرة عبقرية جدا وحلوة جدا. هي من جاري، يعني أنا ساكنة في المنطقة دي وهي من جاري عنده فيلا، عرضها عليا من حوالي 6 شهور. وقال لي يا دكتور والنبي لو قدامك حد يشتري الفيلا دي هو، فقلت له أنت عارضها بكام؟ قال لي ب2 مليون جنيه. فقلت له ب2 مليون؟ طيب حاضر لو في حد عايزها اتس أوكي. فات 6 شهور ولسه ما حدش اشتراها، ما هو اللي معاهم الملايين مش كتير. فلقيته جاي بيقول لي أنا في فكرة عندي وأنا هنفذها. سمعت منه الفكرة. الفكرة دي عبارة عن إيه؟ قال لي إحنا هنعمل 1000 كوبون. الكوبون ب 2000 جنيه. و
لحد ما الكوبونات دي الناس تشتريها. يعني هنعمل بقى زي مسابقة، المسابقة دي مش هتبدأ غير لما نبيع كل الألف كوبون. هنعمل تجمع كبير جدا لكل الناس اللي اشترت الكوبونات دي، هعمل حفلة هايلة ما حصلتش، وفي الحفلة دي هعمل اوبن بوفيه ما حصلش، وهنسحب واللي هيفوز قدام الناس بمنتهى الشفافية. هبقى اكمل لكم الفكرة بس المرة الجاية، لان الوقت معاكم جري جدا مشاهدينا الاعزاء، وان شاء الله نشوفكم على خير الحلقة الجاية الجمعة الجاية باذن الله في نفس الميعاد. تواصلوا معايا عن طريق ارقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة، هستنى مشاكلكم، هستناكم تيجوا معايا استضيفكم، هستناكم دايما تتواصلوا معايا مشاهدينا الاعزاء. ان شاء الله باذن الله استنونا في نفس الميعاد من كل اسبوع في برنامج هي وآدم. نشوفكم على خير.